باب ويطيبوا تمتم وما يدوش الوقت. اليوم جبناكم الكيفية هذه، يقولوا لها صبحتين العروسة، كاين يقولها صبحتين العروسة، كاين يقولها تميرات، كل واحد كيفاش يقول لها. احنا جبناكم هذه الكيفية وسميناها صبحتين العروسة. جبناكم الكيفية الثانية اللي هي لا سالاد مخدومة لا ماسيدوان بالباتي فرماج. اما للتحلية جبناكم التحلية، جبناكم كوب فيها لي فروي ومانطولي جو. نبداو الكيفية الاولى. الكيفية الاولى اللي هي صبحتين العروسة. صبحتين العروسة المقادير تاعها اللي هي بصل، طوماطيش، حميصة، حبيبة بيض، ثوم، فلفل الكحل، روز مفور مع عدنوس، وعندنا فيونداشي اللحم المرحي، عندنا العكري، قرفة، طوماطيش، زيت، ونص ريتلات تعمى. نبدأ إن شاء الله على بركة الله في الكيفية تحضيرها. نجيب بريكي تاعي هناك. نجيب بريكي تاعي أيضا. نرجع الفونو تاعي نغسلو. نحط القدرة تاعي. راح نجيب فتحة هنا. هنا. نجيب سباتيل تاعي. ندير شوية تاع البصل. هذا. هذا. بعد نجيب الزيت كما راك تشوف، ندير على الاطراف الزيت هنا، ندير قرصة ملح هكذا ولا زوج، ندير الطوماطيش تاعي هكذا اللي رحيناها مليح، نحكم ولا كيما راهم، نحركهم على هذه الكيفية هكذا ولا ولا خلوهم يتقلب. ندير شوية مع الفلوس كيما تشوفي، هكذا حركها مليح وهلا يبدا تتقلى البصل تاع الطوماطيش. ندير شوية فلفل كحل، ندير شوية عكري، قرفة، ندير طوماطيش، الطوماطيش تاعي هكذا. نحركهم مليح هنا هنا، نضيف لهم الحميصة جاي هكذا، كما راكي تشوفي، وراح نغلق عليهم ونخليهم يتقلب. نروحو لتحضير لحم المفروم. هي فيون داشي، نجيب لا تاعي هكذا، سباتي تاعي راك تشوفي، عفوا هكذا، ديرها هكذا، نجيب المعدنوس ديرو كامل، نجيب هكذا قرفة، هكذا شوية تاع الرز ونفور كيما راكي تشوفي، نجيب الحبة تاع البيض تاعي، ندير شوية ملح كيما راكي تشوفي، وراح نخلطهم مليح هكذا فوالا.
نجيب من تحت للفوق هكذا وراح نخلطهم كما راك تشوف. ما هو راح نديري في الخميصة تاعي هكذا هاي تخلات كما راك تشوفي. عليا غير ندير لها الماء يكون سخون فوالا راح نغلقها ونخليها طيب العقل. وهنا راني نحرك فيها هكذا كيما بعد راح نروح لهنايا نرفد الطيوة تاعي نحكم هذاك نديرلو هكذا كيما راكي تشوفي. بعد نعاود نديرلو هكذا فوالا كيما راكي تشوفي هكذا هكذا فوالا كيما راكي تشوفي هكذا. وراح نضيفو بلا عقل هذيك لاصوص نزيد مرة ثانية نزيد ندير وهكذاك منتبهة واحدة بوحدة غير كملت الحم تاعي اللي راهو مرحي هنايا. دوكا نبقى لي غير نقول لك تاخذي المقادير اللي رانا درناها هنايا وراح نعودو طبق اخر. مشاهدينا الكرام عدنا لكم مجددا كيفية تحضير لصلاة تاعنا. بعد ما خديتي المقادير اللي قديناها لك مقبل رانا جينا جبنا لك لصالة تاعنا. لصالة تاعنا على ماسيدوان ودرناها في الباتي فورماج. مقادير تاعها اللي هي عندنا روز حبة بيض لاموتاخت خردل مايونيز جلبانة كنا فورناها وضفنا لها الملح الجزر كذلك فورناه وضفنا له الملح زيتون تاعنا أخضر مقطع غليناه عندنا زوج حبات كورنيشو وعندنا معدنوس عندنا فرماج كنا قطعنا الى قطع صغار صغار كما راكي تشوفي مع المايز والباتي تاعنا درنا على اشكال بهذا المول اللي راكي تشوفي فيه عندنا اللي راح نخدموا فيه لاصالات تاعنا كما راكي تشوفي هكذا وكنا قطعناها مقبل على الشكل هذا كما راكي تشوفي فيه قلوبه ودوائرات. فوالا راح نجيب صح تاعي اللي راح نحضر فيه كمية التوهي ندير روز فوالا روز كاملة نزيد جزر نزيد جلبانة تاعي فوالا كيما راكي تشوفي نزيد المايز فوالا كيما راكي تشوفي الزيتون مقطع وكنا غليناه نحينا له الملح فرماج كيف كيف قطعناه رقيق راح نبداو نخلطوه كيما راكي تشوفي. عندنا بقاتلنا بيض كورنيشو للتزيين والمعدنوس راح نروحو بكا راح نروحو لتخليط لصالة تاعنا. راح نجيب الخردل هذا
خلطت لي كامل، فيها تولي كولار كما راكي تشوفي. فوالا كذلك نقدر نزيد لها إلى لقيتها ناقصة، ونقدر نقص لها كذلك إلى لقيتها فيها بزيادة. فوالا ندير هكذا كما راكي تشوف، هكذا نزيد، نروح نجيب هكذا باتي تاعي نسكمو مليح هكذا، فوالا نزيد كذلك هنايا كيف كيف، فوالا نحطو سي نزيرو مليح باه ما يفسدليش كي نحيه، زيرو للماكسيمو هنا هنا كيف كيف كما راكي تشوفي. نزيد نعاود لك كيفيه كيما درت في الاول، فوالا هنا هنا شويه هنا نزيد هنايا كيف كيف، تحضيرها هكذا فوالا، منخليهاش طيح لي، وندير هكذا بزيادة، نعاود نقصلها لاش تها فيها زيادة، أكيد مش راح يروح لي المول تاعي سوا سوا نقصلو، فوالا، فوالا عفوا. كما راكي تشوفي نزيد نقصلها شويه، هاي فيها بزياده فوالا، فوالا نعاود نخدمها بلا عقل هكذا فوالا، كي راح نحط الورقه تاع الباتي من الفوق هي اللي راح تزيرها كامل فوالا. نعاود ندير هكذا نمسح المول تاعي هنا هنا كذلك كذا، باسكو راح كي راح نحي المول تاعي مومونتو نرفد نزير ومنطون نرفد وما نزيرش بزاف باه ما يخرجليش من بعد ما يطلع على لا ماسيدوان هذيك. فوالا نزير بالعقل فوالا ونرفد. فوالا شوفي كيفاش صرا الشكل تاعها، فوالا نزيد كيف كيف هنا هكذا على كلا الجانبين هكذا 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 حتى نحسو بلي راه تنحى كامل كيما راكي تشوفي. عاود نحط المول تاعي باش في يديا بورطة زين. دوكا راح نروح للحبة تاع البيض اللي راكي تشوفي فيها، فوالا نحكم سيكون بوينتي كيما راكي تشوفي هكذا، ونحكم الحبة تاع البيض تاعي كيما راكي تشوفي. نبدا ندخل على الشكل هذا، نزيد منا هكذا منا هكذا كيف كيف كيما درت هكذاك، وراني رايح نتبع فيها هكذا كيما راني ندير هكذا كيما راكي تشوفي هكذا، حتى نلحق منين بديت. كي نلحق منين بديت راح نلصقها معاها، فوالا
هكذا هكذا وهكذا. بعد ما صرع هذا الشيء اللي درته راح نفتحها ونسيها غير بالعقل. نحطها هنايا باش ما تفلش. عاود نشدها هكذا نحيلها هذه زياده نحطها هنا معليش، وراح نحط كيما راكي تشوفي هكذا. نزيد هذه ثاني هكذا، راح نحط كيما راكي تشوفي هكذا. نزيد نحطها هنايا كيما راكي تشوفي. راح نروح نجيب لا مايونيز تاعي ديرها هكذا شويه كيما راكي تشوفي هكذا هكذا. نزيد هذه هنا راكي تشوفي هكذا فوالا فوالا. راح نحط كورنيشون تاعي على الطرف هكذا، نديرها الوريقه ديك تاع المعدنوس هكذا كيما راكي تشوفي. والان صبحه الاصالات تاعنا جاهزه كيما راكي تشوفي. ما بقى لي غير نعطيو لك حنا المقادير ونروحوا للطبق التحليه. رانا عندنا مجددا عزيزتي المشاهده، رانا بعد ما خديتي مقادير تاع لاصالاد اللي كنا عطيناها لك، رانا جينا باه نعطولك كيفيه للتحليه. كيفيه للتحليه هي كوب دو فوي. كوب دو فوي هذه واش فيها؟ فيها جينا نص حبه محصوره، عندنا ميلونج دو فوي. احنا درنا هذا الفرويل اللي تشوفي فيهم عنب برازويل، وانت تقدري تحبي ديري حاجه تقدري تنحي حاجه، لكن الذوق ولك الاختيار. عندنا سكر، وعندنا كما راكي تشوفي كريمه كما اللي درناها لا تختلط، تقدري ديريها في هذا الكوب دو فوي. نبداو الان في كيفيه التحضير. التحضير نبداو ندير شويه هنايا عصير البرتقال اللي كنت حضرته من قبل. نحكم لا كوب تاعي هكذا، ندورها مليح في العصير البرتقال كما راكي تشوفي، نقطرها مليح. نروح للسكر، نحطها مليح في السكر كما راكي تشوفي، ونعاود نحطها. شنو الخطره اللي راح نحطها؟ راح نحطها خفيفه، ما نخليش السكر يحبط لي، لازم غير نحط نعاود نرفد كما راكي تشوفي هكذا، ونعاود نواسي. هاكي تشوفي لا كوب تاعي راهي تشارجات. الطريقه هذه اللي حبيتك توصلي ليها كما راكي تشوفي. نخليها مده 5 دقائق 10 دقائق حتى 20 دقيقه، حيث ما ينشف لي هذاك العصير البرتقال مع السكر. وبعد تقدري تخدمي انتي كيما تحبي. انا كنت من الاول حضرت واحده اللي بها راح نخدم، باسكو تنشف لي لو كان نخدم في هذه راح تروح. هذه هي اللي كنت حضرتها مقبل، راهي الان جاهزه لكيفيه التحضير. ندير عصير البرتقال داخل لاكوب تاعي هكذا كما راكي تشوفي. نجيب حبات تاع العنب سيي، نحبط يدي غير بلا قلبه ما ترشليش لاكوب هكذا، ونحطهم كما راكي تشوفي فوالا. نزيد هذه الحبه، حركهم مليح باه يحكموا بلاصتهم. وانا راح نروح للكريمه اللي كنت حضرتها من قبل. ندير الكريمه كما راكي تشوفي فوقهم هذا هكذا. نجيب لي الفغوي تاعي اللي كنا قطعناهم من قبل وحكينا عليهم، وانتي لك الذوق واش تحبي ديري وشنو مليحه هي لو كان يكونوا لي كولير تكون خير. فوالا هكذا نحطو غير بالعقل سيو ما نقيسوش السكر تاعنا باردون هكذا كما راكي تشوفي. ونسيو بهذا، انا على اخترت هذه البارتي باه نسي نبين لي فريز تاعي. معليش الاناناس الا جاتني في الوسط، من الفخاز تاعي نحبهم يبانو مع الطرف هكذا كيما راكي تشوف فوالا توجور هكذا. ونعاود نقلبها باسكو هذه اللي تقدر تدخل لي لداخل فوالا هكذا كيما راكي تشوفي. نعاود ندير الاناناس تاعي معليش الا جاتني في الوسط هكذا كيما تشوفي. ونحكم هذه تاع الكيوي هكذا، نحطها كيما راكي تشوفي هكذا
مبينها بعد ما درت هذه الطريقه اللي يعني نحكي لك عليها. ها نعاود نولي ها فرضه ندير نص تاع التشينه تاعي بعد ما درت نص هذا البرج اللي قطعته هكذا، راح نعاود نولي وندير الكريمه اللي كنت درتها من قبل بهذه الطريقه هكذا اللي راكي تشوفي فيها. نعمر كاع لاكوب تاعي فوالا 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 كيما راكي تشوفي. بعد ما عمرتها هكذا كيما راكي تشوفي عفوا، راح نروح نحط يشي غيس تاعي هكذا ونحط لي فريز تاعي كذلك هكذا. والان صارت لاكوب تاعي واجده، نبقى لي غير نزينها. شوكولا مليحة هكذا، من ذاك وياكل شوية بالمغيرفة على شكل زهرة كما راكي تشوفي. حطيت فيها سيويس تاعي كما راكي تشوفي. الآن صارت التحلية تاعي واجدة، وبعد ما تاخذي بعد ما تاخذي المقادير راح نروحوا الاطباق اللي راهي جاهزه ونحطوها على الطاوله وراح تشوفيها معنا. والان صارت الاطباق تاعنا جاهزه كما راكي تشوفي. هذا الطبق الرئيسي اللي اسمو صبيحتي العروسة، شاك سيكتور كيفاش يقول، كاين اللي يسميه صبيحتي العروسة، كاين اللي يسميه تميرات. اما لاصالادة كي تشوفي كيفاه نوعناها وشكلناها وعطيناها منظر كيما راكي تشوفي فيه. اما للتحلية، التحلية درنا لاكوب دو فغوي كيما راكي تشوفي، درنا لي فغوي مع الكريمة هذي بنينة حقا حقا بنينة، صدقيني ديريها وان شاء الله تنجحي فيها كيما نجحت فيها انايا الا تبحتيني بالتدقيق. ما بقى لي الان غير نقول لك صح فطورك، فرصة قادمة إن شاء الله.